ومشينا مع محسن باش نشوفه كيفاش يعبي الماء. الطريقة سيدي هاك تشوفوا فيه هذيك تصب الأمطار، الأبناء اللي تقرا تلامذة تقعد بالجمعة ما تمشيش تقرا، واحنا نقعدوا زادة بالجمعة ما نمشوش قصة ماء، الماء ما نهزوش لأن طير ما نجموش نتنقلوا من الطريق هذاي. علاش؟ لأن الأمطار هذيك تصب تقعد هذه أرض تلة بكبك فيها الماء، تقعد يا سيدي تحط رجلك تنحسب بط. لا من قراية ولا من ماء. هاي حسن هاي وصلنا للسبالة برا نعبوا الماء يا سيدي نرجعوهم، لأن اليوم عندنا عيد أصل 7 أيام والماء قاس، ورجع اليوم هنا نعبوا بالغبانة في الماء، نعبوا ونعاودوا. هاجبي نصبوا في السهاريج. التلميذ في الابتدائي هون يمشي تقريباً 4 كيلومتر مشي وجاي، بعدها يوصل للمدرسة الإعدادية بسواف اللي تبعد حوالي 12 كيلومتر. التلميذ يلقى روحه بين خيارين، أما التنقل 4 كيلومتر يومياً باش ينجم يلقى النقل المدرسي، ولا يعيش في المبيت ويغادر عائلته في سن 11 سنة لمدة 7 سنوات كاملة ما بين 3 في الإعدادية و4 سنوات في الثانوي. نهار يقروا تصب المطر يضرب الجامعة ما يقروش، يجوا وقت الامتحانات وبيمشوش يمشوا 5 كيلومتر كل كتي تلم فش مشاكل تلم النتائج بتاعهم تتراجع وتصير في برشا حوايج كره القراية تلم كل كرة القراية ثم يوصل السابعة السادسة الخامسة كلها انقطعت على الدراسة وهملت الصغار كلي عندي صغار عندي 3 صغار يقرأوا الكلية يمشوا جوا على وقت الطين وقت الواحد صبابتهم تلقاها معبية بالطين نهار يم وقت المطر برشا ما يمشوش تشيح الدنيا يمشوا ما عندناش حتى حل تخلي صباتها يمشي غاديك يضحكوا عليها اصحابها يقعدوا تقعد بلا صبات تمشي حافيه من هكا المدرسه 5 كيلومتر على ما غير صبات نجمش يتنحى الصبات في الطين هاذاك شوف فيها الارضيه كيف بطلت صغير ديزيامانيه بطلت قبل معناتها نمشوا لليسير صواف نضربوا 15 16 كيلومتر تعذبنا تمرمدنا وزاد اولاد الاجيال قل بعضنا كل قاعد تتمرمد شوف فيها صغار بتاع 5 سنين و4 سنين تبدا عندك صغير مريض باش تكلم كهربا باش تجيك لما توصل تطلع تضيع ربع ساعه ونص ساعه باش تلقى الريزو نص ساعه تمشي تطلع من الدار باش توصل للرقوبه الفوق باش توصل باش تعمل تليفون باش تجيك كهربا باش تجيك كهربا تهز ولدك الاستعجالي وتهز معناتها مشكله الريزو بليده برشا عندنا وخلي عاد كان جت القطة اللي هناك كاي فما الدنيا طبعا انا ولادي زوز وقت اللي دخل ما نجمتش المراه مش تمشي تزيد ما نجمتش باش تدخل كهرباء جبت لي كياس على سقاه ولد في شطر ثني ما فماش لا انترنت ولا فيسبوك ولا نستعملوا كان قسيت معناتها باك بالفين هكايا تعدي بهم ليله ومشكله تطلع للرقوبه والسقع وشتاء واحده تولي ما عادش تستعمل في جره الثنيه الاسعافات هذه ما عندناش وزيد الريزو من فوق معناتها تضيع النص ساعه نتاع الريزو حسب الكلام اللي سمعناه من أهالي المنطقة البقعة هذه ما عادش صالحة للعيش بما أنه كل مقومات الحياة غايبة فيها من جهتنا باش نحاول نوصل الصوت الضايع للمنطقة هذه لكل السلطات لأنه كل واحد قعد في المنطقة هذه وما غادرهاش عنده إيمان أنه باش يجي نهار وباش يتبدل الحال في برجو من ولاية سليانة تعيش منال على أمل أنها تحقق حلمها مشروع كما تحلم هي هذه برجو من ولاية سليانة جينا بحضة منال اللي صورنا معاها في موسم سابق من احنا معاك بل كان عندي غرام بالبريكولاج بالفن لاغ بلاستيك بصفه عامه كنت نمشي للمعارض ومن انا في الكوليج فهمت كنت نتبع فهمت مي ما كانش على بالي انه نجي نهار باش نختص في حاجه مزينه على الاخر روحي قاعده تبارطاج معهم هما من الاول لحق
الحقيقة من الأول كي بدينا نخدم كل شيء كانوا خايفين من الألوان، كانوا خايفين حتى من البلار، كانوا خافوا من أبسط حاجة. من بعد تسيبوا خرجوا كتشوف معناها خدموا برشا حاجات مزيانين. اللي جبدني وخليني نختص في البلار أكثر هو الترانسبارانس بتاع لي كولور اللي فيه. لكن اليوم المعطيات تبدلت وكل شيء مختلف بالنسبة لمنال. عملت افتتاح كلوب نادي رسم سميته كلوب لبتي كرياتور اللي يضم الرسم على البلور، رسم على محامل مختلفة، حتى التريزة حبيت ندخلها للصغار هكا يشدوا الإبرة والخيط والدنيا ذيك الكل. بعد ما مشيتش من الأول هكا جمعتين الويلة شوي نفحين نفحة ومن بعد ما مشيش بالقداء. أنا من اللي بديت خدمتي مع الصغار لأني أنا نحب الصغار وحب العالم هذاك يشبهني، عالمي أنا هو هذاك. ما نراش روحي نخدم في خدمة ما فيهاش صغار، مستحيل. بويس كان توا في الدار باقي نستغل في برشا وقت، عندي حاجات مغرومة بهم، نعمل التريزة، نعمل البانتور كما تشوفوا. رغم السنين اللي تعدات والتجارب اللي عاشتها منال، اليوم تلقى روحها في موقف صعيب وأمنيتها الوحيدة مشروع يوفر لها الاستقرار المادي والمعنوي. أنا تخرجت عندي تخرجت من 2019 بقيت نحاول في ماني نلوج أنا وين ما لقيتش روحي في حتى حاجة. أما كمان حاولت ما بقيتش معناه في الدار، بقيت نعمل على روحي، ندخل في فلوس هكا مش حاجة كبيرة ولكن مجهوديتي الخاصة. ماذا بيا كان فما جمعية تتعاوني معناها في الكلوب باش يمشي لي هنا بالقدا وبيان في الكافي ارتستيك اللي نحب نعملها وكتابي يحبوا يخرج علاش لي. منال عبرت على صبرها في السنوات هذه بكتاب سماته حبر ثائر، للأسف ما لقاتش الموارد اللازمة باش تخرجوا عن طريق دور النشر، الشيء اللي خليها تطبعه في أوراقها البسيطة. كتابي ما خرجتوش لي خاطر برشا فلوس، حتى نبدا حتى شوي يعني نستنى مع احنا معاك نبدا حتى هكا خطوه صغيره قدم حتى شوي. ساعات نفسانيا راني نتعب على الاخر نقول لي سيي كهو انا تو ستوب هكا. ما قلت لك لقيت اصحابي لقيت شكون يعطيني حتى كلمه هكا يخليني نبدا نهاري روح حاجه. شو الفنان ماهوش مش كيما الانسان العادي، أنا نفسيتي مش كما الإنسان العادي. كما تو أنا في إحباط شديد، بابا مريض في السبيطار، يقعد في السبيطار، إن شاء الله ربي يفرج عليه. هو معاوني برشا، يعني بلاش بابا ما نجمش نعيش أنا تو. هو شجع فيك ديما؟ كل شيء، علاقتي بابا كانت فلوسها كهو. يعني وقت المرض أنا كنت تو قربت منه كهو ديما بعيد عليه، نوجه له تحية ونقول له هذا ربي يشفيك ونحبك برشا. عندي أمل أنها تنجم تنجح كافي ارتستيك في البلاصة هذي، وعلاش ليه ما تكونش فيها دي كلوب للصغيرات كالعادة. الصغار ديما معاي، نشكر احنا معاك وميرسي على جايتكم، فرحتوني برشا. إن شاء الله نكمل معناها الرحلة ونوصل الحب عليه، وإن شاء الله كيف ما نتمنى إن شاء الله كما قلت بابا يرجع للبيس أهم حاجة. كما كنا معاها في أول الرحلة، رجعنا المنال في الفترة الصعيبة هذه من حياتها ومكملين معاها حتى تتحقق أمانيها، وللحديث بقية. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. ديما تنجموا تتفاعلوا معنا وتبعثونا باقتراحاتكم على الادريس ميل احنا معاك @الحوار.tn ولا على الباش فيسبوك احنا معاك. كل عام وانتم بخير، نرجع ان شاء الله بعد شهر رمضان، وما تنساوش احنا ديما معاك.